كانت واقعة خاوة ديالي هيدا يتأهلوا شي جوجة ولا شي ثلاثة. المنتخب الحكيمي سينا عارف لا أداء الله عمره سلعة خاوة ديالي عرفوا يلعبوا الخاوة إن شاء الله 3-0 إن شاء الله. الداري كفحات وزيرت الهجوم ديالها والدفاع ديالها والتناظر ماشي مزيان، وعلى الخطأ عمل في باردو اللي كاز الأخراني هو بدل الملاعبيه، خصهم يكونوا مستجمين الملاعبيه مع بعضياتهم، هذا هو الخطأ اللي عمل. أما الداري الأولانية اللي لعبت لعبات مضخمة. هادشي 2-0 هيداك ولا 2-1 ولا 3-1 تقدر شي تعرف المغاربه الاصلي المغربي ربع بطبيعه الحال عين ما كنقولوا مره اللي ما جا مره الله تكون ان شاء الله، ولكن نتبشروا بخير نخليهم ما نبقاش نقولوا عندنا ماشي يجيب ربي تيسير، ولا قلنا عندنا بزاف ما كيبقى الاخر ما كيكون عندنا والو، خليها تتكتب ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا افريقيا كامله ما عندها شي الاداء، قضيه الغرض والسلام، اللي حصل اخر والسلام، الكره دي افريقيه هي هذه، كاس العالم اللي كتكون فيها شويه الحسابات، ما كاس افريقيا كلشي بحال بحال، ليش شلط اخر بحال بحال المباراه ديال المكالمه، دبوك صافي، ليش شلط اخر والسلام، ولكن كنشوف كوت ديفوار مزيانه وكنشوف نيجيريا مزيانه، والمغرب توا ان شاء الله يكون خير يكون خير، علاش لا؟ كمغربي غالبا التوقع يكون في صالح المنتخب الوطني، وكنتمناو التأهل وما كتهمش النتيجه، المهم تأهلوا. شوف انا كنآمن بواحد المبدا هو اننا ما كنحاسبوش شي واحد على الاختيارات بقدر ما كنحاسبو على النتائج، بما ان دابا الامور ماشيه هي هذيك نخليوها تمشي، الا وقعوا شي حوايج اللي كيستدعيوا اننا نحاسبوهم على الاختيارات ديك الساعه غتكون هضره، اما دابا امور مزيانه اللهم يسر ان شاء الله تكون واحد النتيجه مزيانه. حنا تنقف المنتخب يعني واحد اللاعبيه اللي جابوهم واعرين واقفين في كامبو يعني كيلعبوا، وان شاء الله تكون واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. شي 2-0 بارك علينا يعني، نطلبوا والله يقولوا يسالوا نربعوا ان شاء الله. تحسن تحسن واحد اللاعب مزيون كيفرجوا ومتعه كيمتعونا، وان شاء الله يزيدوا يمتعونا اكثر. كنقولوا يتقاتلوا ان شاء الله يجيبوا كوب دافريك، وحنا ثاقين فيهم ان شاء الله يجيبوها، والعز ان شاء الله المنتخب الله يعزك. المغرب بطبيعه الحال انا مع بلادي وديما مع بلادي، خصني بلادي تغلب بطبيعه الحال حاجه مفهومه، هذا هو الواقع. شحال التوقعات ديالك ما كرهتش انا بجوج وبثلاثه وبكثر كاع، خصني النتيجه تكون مزيانه وتكون كتفرح الجميع. الرساله ديالك توجه للاعبين ديال المنتخب؟ انا كنشكرهم كاملين وفرحان بهم كاملين، على حسب اش غنقول لك، المهم على حسب الجهد اللي كيعملوا وكيعليوا الرايه الوطنيه في جميع الجهات مثلا على برا وداخل. اش ثلاثه؟ ثلاثه بهم الحكيم حكيم الهاتريك، تقاتلوا غلبوا شي 6-0 ماركي بحال اللي قال هذا شي 6-0 بحال هيداك، اي حكيمي ديك فالطات ديالو الحلاوه والفرح صح. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.